بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. مراجعة الصف السادس الابتدائي مقرر شهر مارس، مش هيخرج عنها أي أسئلة امتحان، لأننا هنراجع الوحدة الستة والسبعة كلها بنظام الاختيارات. يعني إن شاء الله ما تقلقوش، كده كده الامتحان مش هيخرج من اللي هتسمعوه دلوقتي، فلازم تذاكروا كويس جدا. وهنسيب لكم برضو رابط لتحميل الأوراق دي من غير الإجابات وبالإجابات علشان الطالب يتدرب عليها. تيك ذا جيتار أند بوت إت نقط ذا دور، عاوز يقول لي خد الجيتار وحطه جنب الباب. ففين كلمة بجوار بقى؟ قلنا على ولا تو إلى ولا باي بجوار ولا نيكست؟ طبعا باي اللي هي بجوار، تدي معنى بواسطة وتدي معنى بجوار. I love music، أنا بحب الموسيقى. I always go to the، ودايما بروح فين؟ طالما بيحب الميوزك اللي هي الموسيقى، يبقى طبيعي أن أنت كده هتروح الميوزك روم. الميوزك روم اللي هي حجرة الموسيقى، حجرة الموسيقى. Do you want to not together؟ هنا الكلام بدأ بدو اللي هي هل، يبقى هل انت بتضرب ولا بتلعب ولا بتغني ولا بتمارس؟ طبعا براكتس اللي هي يمارس. Do you want to practice together؟ تحب تمارس معايا اللعبة دي؟ وهكذا. براكتس نقط بيرفكت، عاوز يقول لي الممارسة تؤدي الى الاتقان، يبقى براكتس تيكس ولا ميكس ولا توكس ولا كلينز؟ طبعا ميكس بيرفكت، ميكس الممارسة تؤدي الى الاتقان. داليا واز كذا اون ذا فايولين، داليا كانت السولوست ولا الاوركسترا ولا الكورس ولا الميوزك؟ طبعا داليا دي واحد، يبقى هي كانت السولوست. يعني ايه بقى السولوست ده؟ يعني العازف المنفرد، يبقى داليا كانت هي اللي بتلعب لوحدها على الفايولين. ماي فريند از ان ذا كذا جريد، عاوز يقول لي في الصف الكذا، in the 3 grade ولا 1 grade ولا first grade ولا 2 grade؟ طبعا first، لان دي كلها ارقام عادية، لكن first معناها الاول، يبقى في الصف الاول. how نقط she play the trumpet، قال لي she played it badly. لما جاوب هنا جاوب بالاي دي، واحنا عارفين من الترم الاول ان الاي دي تدل على زمن الماضي، يبقى طبيعي انا هاخد did. how did، ازاي هي لعبت على الترومبت. هاني از كذا ات بلاينج ذا هارب، هاني از ويل ولا كويكلي ولا بدلي ولا جود؟ طبعا كلهم ظروف اخرهم ال واي، ما عدا جود هي الصفه، واحنا قلنا بناخد الصفه لما يكون في ام واز وار اللي هي دي، وبناخد الظرف لما يكون في فعل زي بلاي، ففي فعل هنا فاخدنا ال واي، هنا ما فيش فعل فاخدنا من غير ال واي. What is going not in here؟ طبعا ده تعبير going on in here على بعضه، اللي هو ما الذي يجري هنا. لما الولد وقع الآلة الموسيقية وعملت صوت عالي كركبة، فالمس دخلت وقالت له ايه اللي بيحدث هنا، فكان عايزين on in، افتكر ان هي on الاول. نقط instrument can you play well، عاوز يقول له انهي آلة تقدر تلعب عليها كويس. طبعا هيستخدم which اللي هي بمعنى اي الآلات تستطيع ان تعزف عليها. I played the tuba نقط، قلنا لما نلاقي فعل زي play يعزف او يلعب بناخد الظرف، فاحنا هناخد هنا will لان will هي الظرف. We played the trumpet نقط، نفس الموضوع، هنا في play يلعب يبقى هناخد الظرف اللي هو اخره الواي، دايما ناخدها ونعرفها بالطريقة دي. The chorus اللي هم فريق المغنيين، غنوا ايه؟ غنوا صور ولا غنوا مدرسين ولا غنوا طلبة ولا غنوا اغاني؟ songs يعني اغاني. The orchestra الاوركسترا performed music نقط باخ and بيتهوفن، طبعا الموسيقى دي بواسطة، هنا هناخد باي بس مش بجوار بقى، بواسطة، يعني العلماء دول هم اللي عملوا يوسف حمدي كان العازف المنفرد on the violin، الآلات الموسيقية تاخد on عليها. after the performance بعد البرفورمانس the school had a نقط بارتي، كانت حفلة ايه اللي عملوها؟ طبعا بيتزا بارتي، يعني حفلة بيتزا. the نقط sang a lot of songs، اللي بيغني مين؟ العازف المنفرد ولا الاوركسترا ولا الحفلة ولا الكورس؟ طبعا الكورس اللي هم فريق الغناء. هنا بقى بيسأل نقط you want
some help. Do ولا does ولا are ولا have؟ طبعا مصدر يبقى لازم اخد do. Do you want some help؟ هل تريد بعض المساعدة؟ He is getting ready not the concert. Get ready يعني يستعد، بتاخد دايما بعدها for، يستعد للحفلة. I can't lift the box. انا مش قادر اسيب الصندوق ده because it is نقط، مش قادر يشيله علشان هو ايه؟ علشان هو heavy. Heavy عشان تقيل. The نقط is a musical instrument. تاب ولا تري ولا تيوبا ولا تيبل؟ طبعا التيوبا هي اللي تعتبر آلة موسيقية. I not a stomach ache. هو عنده ألم في المعدة، يقول I have يعني لدي، هو لديه ألم في المعدة. How not bottles of water. bottles أزايز، لازم تاخد مني لأنها بتتعد، يبقى كم عدد أزايز المية. Can you not a message؟ طبعا can you take a message، ان انت تاخد رسالة، لان براكتس هنا يمارس، مش معقولة. How did he، ازاي هو نقط ذا تيوبا؟ طبعا ازاي هو لعب على التيوبا، يبقى هاخد بلاي المصدر علشان عندي هنا ايه did. How نقط he played the cymbals اللي هي الصاجات، قال لي لعب loudly. طبعا احنا بنستخدم did دايما في السؤال بعد how، يبقى how did، ازاي هو لعب على الصاجات، لعب بطريقة بصوت عالي. She was نقط، قلنا لما نلاقي ام واز وار والماضي منهم was، يبقى هناخد الصفه مش هناخد ال واي. هي كانت سعيده، هي لانها عندها فستان جديد. هي نقط ذا الكتريك كيبورد هابيلي، طبعا عاوز يقول لي لعب على الكيبورد بسعاده. هو مش بيلعب دلوقتي، لو بيلعب دلوقتي كانت هي دي زودت اس للفعل، عشان كده هنضطر ناخد صيغه الماضي. هي بلايد، لعب وخلص على الكيبورد، على البيانو يعني. How did they play the match؟ ازاي هم لعبوا الماتش؟ هم لعبوا الماتش لازم ناخد ظرف، طالما في فعل play يبقى لازم ناخد ظرف. طبعا الظرف الوحيد هنا الشاذ اللي هو will، لان دول كلهم صفات. When نقط the performance، ده عنوان الدرس طبعا. When was، when was the performance يعني متى كان الاداء المسرحي او الاداء اللي مثلوه. The نقط the students، الطلبة في مدرسة القاهرة. Give their spring نقط last night، يعني عملوا ايه؟ عملوا الاداء المسرحي اللي هو البرفورمانس اللي احنا اخترناها فوق، البرفورمانس الاداء نفسه. What نقط of party did you have؟ طبعا what kind، what kind ما نوع، ما نوع الحفلة. Please لو سمحت نقط your papers from 1 to 5. طبعا هنا ركم، ركم الورق بتاعك من 1 لـ5. The performance was the كذا of the evening، كان هو ايه بتاع المساء؟ طبعا كان الهيت، الهيت يعني النجاح الكبير او النجاح الواسع. Please لو سمحت don't speak نقط the baby is sleeping، ما تتكلمش بصوت عالي، الولد نايم. يبقى هنا don't speak loudly اللي هي بصوت مرتفع، لان في فعل speak زي play يلعب، يبقى هناخد الحاجة اللي فيها اللي واضح. My sister بيقول ان اخته is helping me نقط homework. helping me do، لازم اخد المصدر بقى، لان احنا بنقول help دي مفعول وبعد المفعول مصدر اللي هو do. I am not Mr. خالد clean up the music room. طبعا I am helping، لان am يجي بعدها الفعل زائد ing. He is not ready for the concert. He is getting ready. getting ready يعني هو مستعد للحفلة. نقط out there is a box behind you. طبعا هنا بقى look out، look out يعني احترس او خلي بالك في صندوق وراك. please لو سمحت نقط the bus to the door، عاوز يقول له انقل يعني الباص خلف الباب، فكلمة move اللي هي حرك او انقل الآلة الموسيقية خلف الباب. our school مدرسة بتاعتنا نقط a good performance last night. طبعا give يعني احنا ما نحل على جملة واحدة، خدنا في الاول give وخدنا بعد كده performance، حشنا performance وجبنا give، اربطوهم ببعض، give تيجي مع performance. البنت بتقول I can't lift it by، البنت مش قادرة ترفع الصندوق بايه؟ by myself. ليه بقى؟ لان في I، طول ما في I فبناخد معها my اللي هي دي I معها my. put it over there، حطه هناك by the window، بجوار الويندو. two boys ولدين نقط playing the cello. طبعا ولدين
ار بلينج، لان الولدين جمع فلازم ياخدوا ايه ار. الوحده السابعه بقى، تمرين على الوحده السابعه، بيقول لي اول جمله This room is very dirty. الأوضة دي متسخة جدا. You should take out the. هنطلع منها إيه بقى؟ أكيد هنطلع منها rubbish. rubbish يعني القمامة. هو طبعا جاية مرتين، يعني الإجابة دي تنفع والإجابة دي تنفع برضه. تمام. Here are some نقط about the wild animals. يوجد الكذا عن الحيوانات البرية. newspaper rubbish facts sun screen. طبعا facts يعني حقائق، هناك حقائق عن الحيوانات البرية. الأسودة walk and run not all four legs. walk and run on يعني تجري على على الأربع أرجل. lions walk and run with all four legs بالأربع رجول. what did the woman not all قال له to stay calm. what did the woman نقط علي هي ممكن، فقال له to stay calm يبقى لا، الجملة دي هتبقى كلها مش مظبوطة، فيها خطأ يعني، فعشان كده مش هنحلها. the tiger النمر is نقط than the deer. طبعا التايجر من الغزال اكيد هيبقى اكبر بقى، لان هو ايه بيحاول ياكله اصلا. الزو isn't open as some animals. نقط الحديقة الحيوان مش مفتوحة لأن بعض الحيوانات escape. escape يعني يهرب. علي is 18 سنة. he is not. he is ايه بقى؟ كلمة adult. adult يعني شخص ناضج أو شخص كبير في السن، عنده 18 سنة بالغ يعني. not do adult bundles weight. طبعا هنا يزن، يبقى اسال بهاو ماتش اللي هي كم الوزن او كم الكميه اللي بيوزنها دب البند. نقط did you go to yesterday. قال له to the market. يبقى هنا what did you go to yesterday. طبعا طبعا لا مش هاخد what، ولكن هاخد اين، لان انا عندي مكان اللي هو السوق، فانا هقول له اين ذهبت. قال الى السوق. نقط the eagle is faster the parrot. طبعا faster than يعني أسرع من. I was نقط the car when the panda walked by. was تاخد بعدها ing، يبقى I was watching كنت بتفرج عليها لما الباندا عدت. what نقط الساعة 8 last night. last night تدل على الماضي، يبقى لازم أخد حاجة بدأ بزمن الماضي، يبقى what were you doing. what were you do كنت بتعمل ايه الليلة الماضية. my mother was taking a nap. امه كانت بتاخد غفوة. when the eagle لما الايجل ده نسر، يبقى النسر طار، لازم اخد كلمة يطير في زمن الماضي فلو اللي هي الماضي من فلاي يطير. احمد اتصل ب 122 عشان كان في ايه، علشان في something فين، في البلكونة ولا في الحديقة ولا في الحجرة ولا في المطبخ. طبعا كان في الجاردن في الحديقة. احمد نقط ات. احمد هنا بقى عنوان 44 شارع السلام، يبقى ليف اللي هي يعيش، يعيش في العنوان ده. the woman المرأة قالت لاحمد to stay calm ان هو يقعد هادئ. نقط بلاك بيرز ار الايف توداي. بلاك بيرز بيتعدي بقى، يبقى هنسأل عنه بهاو ميني اللي هي كم عدد الدب اللي عايشين هذه الايام. الدببة جمع دب يعني. كان يو نقط ذا وايلد انيمال. تتصل ولا تشوف ولا تاكل ولا فيزيت. الوايلد انيمال الحيوان المتوحش، يبقى كان يو ايه، كان يو سي ذا وايلد انيمال، هو انت شايفه. اي كان نقط ان يوز بيبر. الجورنال هنعمل ايه فيه؟ طبعا ريد يقراه. نقط وير يو دوينج لسه حلينها واخترنا الاي ان جي، يبقى هنختار وات علشان ماذا كنت تفعل عندما الدير الغزال عدى عليك. الاسد كان يجري لما الجيراف اكلت الاوراق، يبقى الاسد هناخد ووز والاي ان جي، ما ننساش القاعده دي مهمه. شيماء نقط ابلين تيكت لاست ويك. هنا الكلام في زمن الماضي، لاست ويك الاسبوع الماضي، يبقى لازم اخد بوت اللي هي اشترى عشان لاست تدل على الماضي. I was reading when the camel ran. انا كنت بقرا لما الكاميل ران باي. باي اللي هي بالبي والواي.
122 واط ازاي؟ ده رقم الايه؟ الايمرجنسي. الايمرجنسي اللي هي الطوارئ. الجاينت باندا دونت نقط ان وينتر، دونت ايه؟ ان دينجر، دونت هايبرنيت ولا دونت سليب ولا دونت ليف؟ طبعا هايبرنيت يعني ما بتعملش بيات شتوي. ماي فاذر ووز نقط اناب، طبعا تيك اناب انتوا فاكرينها، يبقى هنا طالما في ووز يبقى هناخد الاي ان جي، تيكينج اناب. ذا جيراف از نقط زان ذا دونكي، طبعا اكيد الزرافه اطول من الدونكي، تولر. الباندا ايد بتاكل ايه؟ بتاكل بامبو اللي هو الخيزران. I was playing football. Not my father came. طبعا بناخد في الاختيارات وين في النص علشان عندما ابي اتى. When my parents aren't at home. لما الوالدين مش في البيت. I take نقط take care اللي هي يعتني بي، بيعتني باخته الصغيرة. My mother نقط the vegetables. عملت ايه الخضروات؟ طبعا chops يعني تقطع الخضروات. My نقط are phones read the feeds. هي المفروض شبز ولا شبز تقطع. My not are my fathers and my mother. طبعا هنا البيرانتس الوالدين هم الأب والأم. حوالي 700 الألف باندز are alive. Alive على قيد الحياة. My friend was tired so I took a، عشان كده ايه هو كان تعبان فيبقى أخد ناب غفوة يعني. الجاينت باندس ليف ان ذا نوت اوف تشاينا، عايشه في الماونتين اللي هي جبال الصين. توفيق للجميع، السلام عليكم ورحمه الله.